سوري، هنروح لدوري اهداف اوروبا الاول، تعالوا نروح للناس بتستمتع، تعالوا نروح للشامبيونز ليج، ماتشات اللي اتلعبت يوم الثلاث والاربع واللي تالق فيها محمد صلاح بصوره كبيره جدا. تعالوا نروح، يلا اعرضوا لنا يا جماعه الاهداف. شوف الماتش الاولاني معانا، باريس سان جيرمان بيفوز على تشيلسي 2-1، زلاتان ابراهيموفيتش بيحرز الهدف من ضربه حره من خارج المنطقه، ثم يتعادل جون اوبي ميكيل طبعا اللاعب النيجيري واللي هيلعب امام منتخب مصر، وكافاني في الدقيقه 82 بيحرز هدف الفوز بالثلاث نقاط على تشيلسي. مباراه العوده بيتطلب فيها تشيلسي انه يفوز على ارضه 1-0. نروح لبنفيكا البرتغالي بيفوز في الدقيقة 90 بهدف لجوناس جونالفيس أوليفيرا طبعا في الدقيقة 90، ودي الفرحة الكبيرة وبيقلع الفانيلا بعد ما جاب الهدف في الدقيقة 90. روما وطبعا محمد صلاح قدامكم اهو، كريستيانو رونالدو بيروح بيلم بيشوطها بتخبط في رجل اللاعب بتطلع تعمل بتطلع كده، لو ما جاتش في رجله كان الحارس صدها، وبيتقدم كريستيانو رونالدو بهدف في الشوط الثاني، ثم هدف اخر لخيسي رودريجيز عشان تبقى النتيجه 2-0، وكده بيضمن كريستيانو رونالدو ورفاق وريال مدريد الصعود لدور الثمانيه على حساب روما. نروح لجنت البلجيكي بيخسر على ارضه من فولسبورغ الالماني 3-2. سفين كوماس وخليفه كوليبالي بيحرزوا اهداف جنت، اما جوليان بيحرز هدفين وماكس كروز بيحرز هدف عشان تنتهي المباراه لفولسبورغ 3-2، وبيقرب خطوه كبيره جدا فريق فولسبورغ انه يصعد لدور الثمانيه. يعني زي ما انتم شايفين ده الدوري الاوروبي يا جماعه. نروح للدوري الاوروبي، بروسيا دورتموند زي ما انتم شايفين اهو بيفوز على طبعا بورتو البرتغالي 2-0، وبورتو اللي بيدربه بيسيرو، يعني بيسيرو كان بيلعب بروسيا دورتموند اللي كان بيدرب الاهلي من شهر فات، بيخسر في هذه المباراه من بروسيا دورتموند 2-0، ودي اول مباراه لكاسياس في الدوري الاوروبي. تعال نروح لفيورنتينا الايطالي بيلعب توتنهام، انتهت المباراة 1-1، برنار ديسكي بيحرز هدف فيرونتينا، وناصر الشاذلي طبعا من أصول تونسية بلجيكي من أصول تونسية بيحرز تونسية ولا مغربية يا جماعة أكدولي ضربة جزاء وهدف التعادل. ميتيولاند الدنماركي بيفوز على مانشستر يونايتد 2-1، يعني مانفيس ديباي هو اللي احرز هدف مانشستر يونايتد، وبيون سيستو هو احرز اهداف، وانوشو احرزوا اهداف ميتيولاند الدنماركي. غريبه جدا حال مانشستر يونايتد، حتى الفريق الدنماركي بيكسبه وبيخسر مانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي بعد ما كان يعني هو عملاق كره القدم العالميه وافضل نادي في العالم مانشستر يونايتد. فياريال الاسباني بيفوز على نابولي 1-0، دينيس سواريز هو أحرز هدف الوحيد لفيا ريال على نابولي اللي حزين بعد هزيمته وفقدانه لقمة الدوري الإيطالي سكوديتو بعد ما خسر من اليوفي 1-0 في الدقائق الأخيرة من المباراة، وبعديها بيخسر أيضا بهدف ولا أحلى ولا أروع. دي كان الدوري